يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل كيكة من أروع الكيكات اللي ممكن تجربيها في حياتك، وهي كيكة الحليب السخن. أنا عملتها بطرق كتيرة قبل كده، بس النهاردة أنا هعملها ميكس ما بين كيكة الفانيليا وكيكة القرفة، حاجة كده تحفة وطعم خيال، والطريقة سهلة جدا. يلا بينا نبدأ. وفي الأول كده بسم الله، معايا 2 كوباية سكر، وممكن نخليهم 1.5 كوباية، بس 2 كوباية ظابطين جدا في الطعم، لان مقاديرنا النهارده مناسبه قوي للقالب الكبير او الصينيه الكبيره. بعد كده هنزل ب5 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ومعاهم معلقه كبيره فانيليا سايله، ودي بتدي للكيكه طعم وريحه جميله جدا. نشغل العجان على سرعه هاديه، بعد كده نعلي السرعه ونسيب العجان شغال، ونبتدي نبطن القالب. الاول بدهنه بفرشه زيت، بعد كده بحط شويه دقيق وببتدي ابطنه بالدقيق. كده القالب جاهز، بركنه على جنب. بعد كده بحضر مقدار الدقيق، ممكن لو ما عندكيش عجان تستخدمي المضرب الكهرباء، بس الكيكه بتاعت النهارده مش هتنفع يدوي، يعني لازم يا عجان يا مضرب كهرباء. بعد كده معايا 3 كوبايات دقيق، معاهم معلقة كبيرة ونص بيكنج باودر، ورشة ملح بسيطة قوي، ونقلبهم مع بعض. ولو نسيتي ان انتي تنخلي الدقيق، تقدري تعملي الحركة دي بالمعلقة، يعني ان انتي تنخليها كده سريع. وبعد كده نركن الدقيق على جنب، ونحضر مقدار القرفة. نص الكيكة احنا هنعملها بالقرفة، والنص التاني هنخليه بالفانيليا. معايا معلقة سكر، ومعلقتين صغيرين مليانين قرفة، ومعلقتين من الكاكاو، ممكن نستخدم الكاكاو الخام او الكاكاو المحلى لو بتاع المشروبات. نرجع بقى للعجان، هنلاقي ان السكر والبيض لونهم فتح واخدوا حجم كبير كده، يعني بقوا زي الفوم، شبه الكريمة بالظبط. ولازم نخفق كويس قوي لحد السكر والبيض ما يبقوا بالقوام ده، هتلاقي الخليط زي الكريمة بالظبط. كده نبتدي نضيف 1/2 كوباية زيت. في الاول السرعه كانت هاديه، بعد كده علينا سرعه العجان قوي لحد الخليط ما بقى زي الكريمه. بعد كده هنهديه وننزل بالزيت، ومجرد الزيت ما يختفي بنوقف العجان، وناخد الخليط على طول ننزله على الدقيق. كده انا ما حطيتش لسه الماده السايله، بس بقلب الخليط الاول مع الدقيق. هنلاقي ان الخليط تقيل شويه، نبتدي نحضر الماده السايله، وهي عباره عن 1.5 كوباية لبن، ومعاهم 2 أو 3 زبدة، اي نوع زبدة موجود عندك ينفع. ولو ما عندكيش زبدة ممكن تستخدمي السمنة، بس الزبدة طبعا بتدي طعم وريحة حلو قوي في الكيك. نرفع اللبن والزبدة على النار لحد ما اللبن يبتدي يغلي، وطبعا الزبدة هتسيح بالشكل ده. نشيل اللبن من على النار، اول ما يوصل لمرحلة الغليان كده، كده بيكون سخن جدا جدا، ناخده زي ما هو كده سخن بيغلي، وننزل بيه على خليط الكيك. نبتدي بالمضرب السلك اليدوي نقلب، وكده دي اخر خطوة قبل ما نحط القرفة. هنقلب بسرعة بسرعة كده، هنلاقي ان الخليط معانا بقى خفيف ولين، ما بقاش تقيل زي الاول. كده خليط الكيك جاهز، هناخد منه مقدار 2 كبار، هنحطهم على القرفة والكاكاو ونقلبهم مع بعض. وده الصوص اللي احنا هنزود بيه الكيك السادة، نخليه بطعم القرفة. كده انا عملت الكيكه نصين، وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي، وكده بنرضي جميع الاذواق. يعني لو حد عايز كيكه بالفانيليا وكيكه بالقرفه، نقدر نعملهم الاتنين في قالب واحد. ولو انت ما جربتيش كيكه القرفه، يبقى جربيها وشوفي قد ايه الطعم رهيب. كده انا قلبت الخليط، بقى عندي خليط كيك تقيل او صوص تقيل. بصب خليط الكيك في القالب، وبنزل طبعا كل اللي في الطبق ده، احنا مش عايزين نسيب حاجه خالص. بعد كده نخبط بقى القالب خبطتين، هنلاقي فقاعات الهواء الزياده دي طلعت على الوش. نبتدي بقى هنا نقسم الكيك كده بالتقريب نصين، ناخد النص اليمين كله هنوزع فيه خليط الكيك بالقرفه او صوص القرفه اللي احنا حضرناه، هنبتدي نوزعه على الوش كده. ممكن تعملي في ربع الكميه او نص الكميه، يعني نص القالب او ربع القالب، ولو انت حابه تعملي القالب كله يبقى هتضاعفي كميه القرفه. انا حطيت بالمعلقه كده على الوش بشكل عشوائي، وهبتدي اوزعه بالعود الخشب. وكده الكيكه بقت جاهزه عندي، عملتها نصين زي ما انتم شايفين بطريقه سهله جدا. كده مش فاضل غير ان انا ادخل القالب فرن سخن جدا مظبوط على درجه حراره 180، ولو الفرن عندك هادي قوي اظبطيه على درجه حراره 200، وحطي الكيك على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، ويفضل ان انت تشغلي المروحه لو فيه.
الكيكة بتقعد من 35 دقيقة ل 45 دقيقة على حسب الفرن عندك، بس علشان تضمني انها تستوي صح ما تفتحيش عليها قبل 30 دقيقة. بعد نص ساعة ممكن تفتحي عليها وبالخلة تختبريها او بالسكينة رفيعة، لو طلعت نظيفة يبقى كده هي استوت، لو لسه فيها عجينة بتسيبيها 5 دقايق تاني او 10 دقايق تاني. مش شرط ان هي تاخد ال 45 دقيقة كلهم تسوية، ممكن تاخد 35 دقيقة، ممكن تاخد 40 دقيقة. بعد ما بطلعها من الفرن بسيبها كده تهدى شوية من الحرارة، بعد كده بحطها على طبق التقديم. بس لما بتطلعيها من الفرن سيبيها كده كام دقيقة البخار الشديد ده يطلع منها، بعد كده غطيها علشان الوش بتاعها ما يبقاش طري قوي، بس ما تغطيهاش من البداية علشان ما تعجنش معاكي. بعد ما بتبرد بنبتدي نقطعها، بس الكيكة طبعا ما بتتقطعش وهي سخنة علشان ما تفرولش. وبكده عملنا طعمين في صينية واحدة او في قالب واحد، كيكة الفانيليا وكيكة القرفة. وبعد ما قطعنا الكيكة نشوفها مع بعض. في الاول هناخد كده حتة من كيكة الفانيليا، قد ايه خفيفة وهشة، لونها حلو ومستوية مظبوط والطعم جميل. والحتة التانية من كيكة القرفة برضو هشة وخفيفة لان هي نفس العجينة بس الطعم مختلف مميز قوي قوي. لو بتحبوا كيكة القرفة ياريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. والسلام.